كل الدول سحبت رعاياها من لبنان على أثر الأحداث، إلا العراق زحفوا إلى جنوب لبنان رجالهم وفتح حدوده وأبوابه نعم وفتحوا المنافذ لدخول النازحين. اليوم المشكلة الإنسانية كبيرة، هنالك 90,000 نازح والأعداد في تزايد. طبعا احنا اكو موضوع ايضا ليس فقط اللبنانيين، هنالك سوريين بعدد 1.5 مليون الى 2 مليون يمكن يوافقني الاخ في لبنان. هؤلاء ايضا نزحوا الى يعني مع اللبنانيين الى سوريا، وبالتالي اليوم المنافذ تفتح من سوريا الى العراق لدخولهم. وبالفعل الحكومة العراقية مدت جسر يعني جوي لمستقدمي المساعدات الإنسانية المرجعية بصوتها وببيانها الواضح، وكل الجهات تسارعت. يعني أنا اليوم شفت منظر والله يعني فعلا أبكاني حقيقة. نعم. يعني بيت بسيط وضع أعلام لبنان وفلسطين والعراق، وبادي يجمع المساعدات الإنسانية حتى يوديها لإحدى الجهات حتى توصلها. بالتالي هذه فزعة حقيقية إنسانية واضحة لدى العراقيين، معروفين يعني بالمواقف الصعبة، ويعني هو جزء أيضا من رد الدين لإخواننا. أنا أقولها بكل صراحة، لهم موقف مشرف معنا في حربنا ضد الإرهاب. ومع ذلك حقيقة أقول أنه كل بيوتنا وقلوبنا مفتوحة لإخواننا اللبنانيين إذا جاءوا إلى العراق. لكن إذا نرجع لسؤال حضرتك أنه لماذا هذه الدول صامتة، وأنا يعني أكد لحضرتك ستبقى صامدة إلى يوم الدين، ومستحيل أنه راح يكون لها صوت، لأن أساسا هو خلص وضح عندنا الصورة أصبحت واضحة، لا يوجد هنالك اتفاقيات دولية.